عليكم الإخوة الكرام، تحياتي للمغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. مرحبا بكم أخوتي. هاد النهار معايا واحد الضيف زوين عزيز عليا، ها هو ويو يو. تحياتي يو. لحظة لحظة أخوتي، أيو عزيز عليا فهمتي، هو من الطفولة ولد جيران أو ميم طون عزيز عليا وديما تخرج معايا. أول ومداويات الاحتياج اخوتي، طب الله يشافيه مسكين وتيبغي الخيول ياك ايو. لا مسكين ما تيهضرش اخوتي، غير كيفهم وما كيهضرش. لا حكم، احنا ان شاء الله غادي نمشي نشارك معكم اخوتي، غادي عند الاخ عزيز غنشوف واحد العود وخلاص نوريكم تا العود ديالو الا قسم الله، ولا كان شيخين تما نوريهم لكم ان شاء الله اخوتي. مرحبا بكم معايا اخوتي، تحياتي لكم، تحية للمغاربة في العالم في العالم في العالم في العالم بأسره، تحياتي ليهم وتحياتي للمغاربة في العالم تنقولها وتنعاودها. تحياتي لك خونا سعيد، تحياتي لك اخويا السعيد الله يحفظك، تحياتي شكرا. انتم اخوتي هذه راه الضويات اللهم بارك، طريق الفيرمك طريق على الله ونقاء ما شاء الله. مزيان ايو، مرحبا بك. الله يحفظك. فوالا ها هي هادي لا فيرم ديال لوغوا، ولاد جي عاوتاني تبارك الله الزراعه، الثومه بطاطا كلشي غير الفلاحه هنا اللهم بارك. فاس معايا جديده على الله، والاخرى القديمه هي بقات لهاد الجي، هادي الجديده هاي اللهم بارك. شوا ها يا خوتي هادي الجديده اللي بغى يجي يتحمحم مع راسو مرحبا به، 20 درهم اخوتي الدخله، اللي بغى يجي يتحمحم هادي على الله هاي باري. السلام عليكم خويا عزيز. تحياتي لخويا عزيز، تحياتي للمقدم ديالنا، راك كتشرف المنطقه وكتشرفنا، وانا من المتتبعين ديالك في اي موسم تتعجبني، كنت بورد وكنجي نتفرج فيك وكتعجبني وصراحه هي هذه، والله الا كنزل من العود وكنتسنى الضربه ديالك نتفرج فيها، هادشي بدون نقاش. الله يحفظك عزيز عليا، ولا انت لاخوك يوسف وصديقي الله يعمر هذا اخويا عزيز. هذا شحال في عمره الله يجزيك بخير خويا؟ واقيلا 6 سنين ولا 5 سنين. ما تكون 6 سنين ياك؟ 6 سنين الله يحفظك اخويا حافظ. ها خويا راه قنديل راه من عند حبوبات، راه عنده بيديغري زوين. اه انا تبارك الله. انتم اخوتي انت شوف اخوتي اللي عجبو هاد العود راه مليح، عند خونا عزيز مقدم ديال على الله معروف والصفاء والنقاء وكلشي. انا غادي نشوف واحد الصديق ديالي واللي بغاه مرحبا يتصل بيا، ما كاين حتى شي مشكل، راه يدي العود ويدي الفلوس، انا هاد العود راه تنعرفو ماشي قبضته وكنهضر فيه ولا شي حاجه. ها هي فين هي؟ 2017 ياك اخويا عزيز، هي هادي 2017 نهار 31/3/2017 الفيديكري ديال السي عبد العالي الله يحفظك اخويا. ها هي ها هي هادي ديال مو ديال با تبارك الله، عنده بيديكري راه زوين اخوتي عامره، البيديكري راه معروف في الحرس كامل غير راه معروف تبارك الله. قنديل السميه قنديل غني عن التعريف. قنديل معروف، انا كنسمع بهذه السميه ديال قنديل معروفه بوه معروف الناس اللي عمرهاش العام. نعم تبارك الله. لما خويا دير له واحد التشويره غير من هنا لهنا الله يحفظك اخو الله يسهل عليك. زيد انتم اخوتي هذا العائله ديال قنديل معروف في لارموط اللهم بارك، البيديكري ديالو الوريقات صفا بارك عليك. والصلاح اخوتي كاين اللهم بارك. الله يعطيك الرضا، خليك هكاك شوفوا ندورو على العود اللهم بارك. شوفوا اخوتي رجيلات زينين اللهم بارك، راني بلا ما نقول لكم زينين نشكر الحاجه، راه زينين رجيلات ديالو والعود اللهم بارك، راه عود اللهم بارك اخوتي. هانتوما كتشوفوا العود راه غليظ وزويون، المهم انسان عاوتاني زيد شويه تبارك الله، قلب له الجام الله يعطيك الرضا. هذا دابا ماشي هذا اللي كيركب عليه. عليه راه شتو بحال اللي حنا غير نكرسنا هو غير يصبر معانا، صبر معانا الاخ
تماك الله اخويا تبارك الله على السي عبد الحفيظ. تشارك معنا انت اخويا عبد الحفيظ، مرحبا، شرف لينا اخويا عبد الحفيظ. بارك الله الفقي ديالنا، مرحبا بك اخويا عبد الحفيظ. الله يسخر اخويا حفيظ. راه عندي صحابي فقها عجد بيع لهم الخيل تيثيقوا فيا، وعندي واحد الفقي صاحبي كنشكرو بعدا من هنا في الطاليان، راه شاري مني جوج الخيل وكيشكرني الاول باه صراحه الله يهد. هو انسان يصفي ويشرب. شوف اللي كاين يقولها الانسان، عندك الديفو قول عندي الديفو، ما عنديش راه ما عندي. عندنا خويا خصنا غير راجل اللي يقرص على هذاك. خصو شي واحد يكون ركاكبي. خصو غير راجل. دري شابطنا في واحد الدهب. نعم. وبغى دهب ما نحرموش شي حاجه. هذا رزقه بخيله وفلوسه. وبغى دهب قلنا له ما كاينش اشكال. هذا بالنسبه ليه البارود يلعب في الطرف يلعب في الوسط يلعب فين عجبه. وهذاك اللي كيشرط عليه يكون بارد. يكون بارد. بارد ما يقرصاش عليه. ما يقرصاش. عود واعي قاص. الكذا ما يعرفهاش كي داير. هادشي غنشرطوا عليك باش هاد الهضره اللي غنجيبوها نسمعوها اليوم نسمعوها. لا 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 شو عايز هاد الهضره كتقول راني مفرش فيها انا هاد العود، راه جي ديها جي كنركب عليه قال لي عرفتي بحال كنزق. الا ما كانش كنقول لك. قال لي بالشدان باش طالع. والله العظيم الا بالشدان. لا نفرجوا لا نفرجوا. الفيديو ديالو كاينه شارك معايا في الاحصائيات. لا نفرج فيها اخويا عايز ان شاء الله الرحمن. دابا انتم العام اللي فات اول عام البارود ديالو دخل الاحصائيات ديالك. جات كورونا ما جات كورونا استغلش الوقت ديالو دخلنا به الاحصائيات ما خيبش. اللهم لك الحمد. راه تفرج فيه اللهم بارك غادي معك في الخط هو هذاك اللهم بارك. حتى الدري اللي كان راكب عليه راه قتال اللي كنتي مركبو عليه. والله ضروري عاود راه عارفوني كاينش دري اللي ناضر ما يقرصهاش فوقو يا خويا تبارك الله ما شاء الله. لا انا راه عاود غليظ اخويا عادي مازال كيكون اكثر من هادشي كيكون اكثر من هادشي هو غليظ غير البركه البركه ولكن كان شويه العون كان 17. لا متفق معك اخويا عايز كو كان عاوتاني العنق عاوتاني راه 17 هاي شوف زيد الماء زيد الدقيق هذا هو اللي كاين. صراحة هي الله يحفظك من قدم شي حنا تا ثم اخوتي اللهم بارك. جينا عند خونا عزيز وجبد لي هذا الدهم هذا عزيز عليا كنبغي زوين اللهم بارك تحياتي هز اجي بحال هكا لكن انا كريم جيب شي دويره لهنا تبارك الله ما شاء الله هذا العود الدهم ديال خونا عزيز هو عنده العود القمري علاش كيركب الزرق وهذا جيت تا هو نشاركو معاكم اخوتي وغنديكم الفلاحة باش تشوفوا ان شاء الله البصلة بشحال كطيح غنمشيو حتى لعين المكان نشوفوا البصلة وبطاطا باش تعرفوا كل شيء اخوتي اللهم بارك وزيد في ذلك. جيب شي دويرة اخويا جيب شي دويرة غير هنا غير شو تبارك الله اخوتي هذا الدهم مليح كاين شوية ديال التفرط اخوتي ولكني ان شاء الله رحمه ان شاء الله الرحمن الرحيم مع الوقت ان شاء الله ملي تقربوا مسمات وكذا كيتهلا مالي للخير. هذا راه ديال خونا عزيز العين الله الله يسخر له اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله تحياتي. يا عزيز شحال في عمره هذا؟ خمس سنين. عنده خمس سنين تبارك الله مازال صغير اخويا عزيز مازال غير دريري صغير تبارك الله يا تبارك الله اللهم بارك والله الا مازال صغير اخوتي الله يسخر شوفوا الساله كي داير تبارك الله القدار والعلو الله يسخر خويا عزيز دعوا مع اخوتي الله يعطيكم رضا. هذا هو خويا عزيز اللي قلت لكم مقدم ديال عين الله مازال راه دابا غير جاي انا هنا بغيت ندير مع واحد الانترفيو مازال عاد غيخرج لنا الخيل وغتشوفوا العود القمري اللي كيعجبكم مدينه فاس الاقصائيات الرقصه ديالو وداك الشيء كله غنوريه لكم ان شاء الله ديال خونا عزيز دعوا مع اخوتي اللهم بارك شوف تبارك الله الحافر عنده كي داير اللهم بارك الحافر غلاد ورجلين غلاد والله يسخر لكم اخويا عزيز تبارك الله هذا عنده دابا 6 سنين قلت ياك تبارك الله طالع 6 سنين الوريقات ياك عزيز ضروري عزيز الوراق ما كاينش شي حاجه بلا وراق تبارك الله ما شاء الله الله يسخرك اخويا عزيز. انتم اخوتي راني جيت عند خويا عزيز ها هو هذا تعرض ليا وضايفني عنده الله يجازيه بخير. مرحبا بالسي عبد العالي وكيسبق وقلت للمتتبعين ديالك تحياتي لك. لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. خصكم تعرفوا هذا السي عزيز راه غزال ومقدم واعر ماشي زعما انا تنعترف به والله العظيم بالله مقدم في المستوى الله يسخر له. بارك الله سي عبد العالي. الله يسخر لك في وجوهكم والله العظيم بالله كتعجبني لا في البارود ديالك ولا في
ولا في داك سميت الطابلو اللهم بارك صراحه الله. وكنكون انا في راس المحرك وكنبقى نقول لهم هو طالع عزيز ها عزيز جاي اللهم بارك. الطلعه ديالك معروفه عندك انت، وكاينين واحد 6 ولا 7 د المقدمين الطلعه ديالهم زينه اللهم بارك. المهم حتى هذوك المقدمين دابا نمشي عندهم تحياتي ليهم واحد الله بواحد. يحفظ كل واحد، الله يحفظ كاع الركاب وخوتنا كاع اللي مبليين الله يخلي لهم خويلاتهم، ومادام مازال محافظنا على هذا المولود الله يفضل من عند الله كبير. الله يحفظك اخويا عزيز. عزيز اخوتي هو اللي عنده ذاك العود القمري ما شاء الله اللي كتشوف اللي شفنا في الاقصائيات اندلسي اندلسي كيدير ذاك مشيه اندلسيه وما شاء الله اخويا. دابا غادي نمشيو للمزرعه نشوفوا البصله ونعطيكم العثمين هذه البصله. مرحبا يلا معانا بارك. احنا جينا للمزرعه ديال خونا مول العود السليماني، هذا اللي شفنا دابا البرقي سليماني اللهم بارك. ها هما دايرين تبارك الله عليه الشعير ودايرين الخرطال ودايرين البصله، ها البصله وغادي نناقش معاهم الامور على البصله ان شاء الله باش نعرفوا الاثمنة هاد البصله علاش غاليه. وبغيت نشارك معكم كل شيء اخوتي. اخويا عزيز هو اللي غيعطينا معلومات ان شاء الله على البصله. ياك انت سي عبد الحفيظ؟ سي عبد الحفيظ شو عند سي عبد الحفيظ ان شاء الله رحمه. هذيك فوقنا خيبره شنو هذيك البصله الداريه؟ هذيك صيفيه. هذيك الداريه وهذيك صيفيه. هذيك كتوجد قبل من هذه بواحد الشهر بطاطا ودايرين الثومه. ها هي هذه الثومه ولا دايرين البصله صيفيه راها فين هي اللي مليح. وهذيك اللي مليح بصله خضاريه اللي هي اللي كاين الفول. هانتوما خوتي راه خونا الفقير هو اللي مقابل هاد الضيعه الله يسخر له الله يجزيه بخير. الملك الضيعه تحياتي لك اخويا الفقي. هذا هو اللي مسؤول بهاد الضيعه. الله يعطيك رضا اخويا الفقي. لما قلنا علاش غاليه البصله وانت دابا كتزرعها وعارف كل شيء، هي وبطاطا ماشي غير ديال البصله ماشي البطاطا يعني المنتوجات كلها. السبب الرئيسي ديال هذا الغلاء نعم هو المازوت. مازوت هو المازوت سي فهد المازوت. مازوت غالي. مازوت غالي نعم هو اللي غلى هذه المنتوجات كلها. سميده نعم من غلى المازوت نعم كلشي ولا يعني كلشي كله كيجيب التكلفه. وغلا هادشي هو المازوت. كيتشي يعني دابا نتوما كتسقيو بالمازوت كيطلب لكم واحد القدر الفلوس بزاف. مازوت السلعه باش تجي السلعه باش تجي السلعه وتدخل للتسويق وتصنع. باش كتجي وكذا ترونسبور. ترونسبور. يعني ما كيجيش يجي كامل دار بيضاء ولا من هذا. غيطيح غالي باش يجي سارجي غطيح عليه غاليه. غادي يغلي في هو البصله خصو يغلي بحال يتقاد مع المازوت بحال يجي هو هذاك الترونسبور. نعم 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 نعم. كاين اللي مدينه عندها الساقي كاين اللي مدينه اللي عندها الساقي ضعيف. عندك الحق كاين اللي عندها البور يعني شي كيغطي على اشياء. حنا ما عندناش فرز هنا كيجيبوه هنا من الغرب. مثلا نعم يعني كون حنا كنجيو هنا ولي ب 4 دراهم واحد ما يبغي. المهم البصله راه كانت راه عاديه كما النهار الاول غير المازوت اللي طلعها. طلبوا الله تبارك وتعالى يتجاوز علينا. الله يحفظك نشكرك اخويا الفقي وتحياتي لك وتحياتي للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. الله يحفظك الله يخليك لينا بركه. شكرا تبارك الله اخوتي الزرع هذه فارينه. شوفوا اخوتي فارينه اللهم بارك. هانتوما اخوتي شوفوا تبارك الله فارينه الله يسخر لهاد الناس هاد. فارينه واجده اللهم بارك اخوتي تبارك الله بارك. هذه فارينه وهذيك شنو هذيك؟ هذيك ليلي هذاك القمح. هذا اخوتي القمح هاكم كت هذا يباون. شوفوا تبارك الله الفول هو داير اخوت عاد جاي باع الحلمه وقوطا قوطا انتم. نعم اسيدي الفقي ديالنا راه الوحيد اللي راه مازال كيحتفظ على الزريعه ديالو تبارك الله سبحان الله العظيم. راه الزريعه عنده سنين ومازال محافظ لنا على نفس على الزريعه ديالو النوع ديال البودره ديال الزرع كيف قلت اخويا ياك تسقى تبارك الله. سي عبد العالي نعم اخويا كيوقع تغيير في النوع ديال البودره وفي النوع ديال نوع الاستيراد تبارك الله. شوف اخوتي الناس نعم اسيدي تسقى لقله المطر. هكاك دابا انا داكشي اللي شفت تبارك الله زاكي تبارك الله. راه دابا راه كتشوف المطر راه دابا ما كيسكتوش عليه. نعم راه دابا الفقير راه من الناس اللي كيصوموا عن حق. نعم. من الفجر هو فايق الله اكبر. كنشوف واش مسكين كنهود السقام هنا ونطلع هنا تبارك الله. هانتوما اخوتي سمعوا من الفجر هو هنا مسكين باش كيوجد هادشي يوميا مسكين يوميا باش كيوجد هاد البصله باش يوجد لهادشي هذا للناس الله يجازيه بخير. شوف اخوتي اللي كيضرب تماره وعلى وليداته كيدي لوليداته الحلال الله يعاونك اخويا الفقير الله يرزقك العوين.
الله يرزقك العوين اخويا تبارك الله ما شاء الله اخوتي. واحد المنظر غزال اخوتي والله الا واحد المنظر الى شيق زوين. والله يترحب بك جنة اخويا عزيز. ليلي اختك اخويا عزيز مرحبا. كنقولها للجمهور راني جاي في الطريق وقلتها لهم اللي بغى الله يجي مرحبا. نعم اخوتي الله يسخر الجميع. تحياتي للمغاربة. انتم اخوتي احنا شاركنا معكم كل شيء اللهم بارك. انتم اخوتي واحد المفاجأة على غفلة جايزين وقينا العود عزيز خارجة خرجوا الاخ ديالو شوف تبارك الله على تشويرة هو وداك البرقي وحنا كنا كنصوروا في جهه اخرى ودايزين وبانوا لي اللهم بارك اخوتي شوف تبارك الله غنشاركوا معكم اخوتي تبارك الله. هذا الدمر عنده 6 سنين اخوتي اللهم بارك. تحياتي لك اخي عزيز لا يحفظك. الله يبارك بالله تبارك الله. شنو هنا؟ غير هنا يا اي واحد الدويره من تما جيب لنا شي تشويره. نوريكم اخوتي هاد جوج الخيور ديال خونا عزيز اللهم بارك. غنشاركهم معكم هاد الدهم ديال المقدم شو تبارك الله اللهم بارك اخوتي. بارك الله اللهم بارك اخوتي. تحياتي اليوم تبارك الله. شوفوا اخوتي اللهم بارك. ايه يا وليدي اش كيقول الدهم شوف شوف اللهم بارك بارك الله عليكم وصاف. يلا خويا تبارك الله على خويا ايوب الله يعطيك الصحة تحياتي لك. تبارك الله على خويا ايوب شكرا الله يعطيك الصحة. تبارك الله هذا الدم مليح اخوتي انتم كتشوفوه هذا ما كاين لا البيع لا والو غير بغيت ندير معاهم فيديو خوتنا احبابنا ديال خويا عزيز الله يعاونو الله يسهل عليه الله يجعلو فيه البركة الله يسخرلو الله يسخرلو فيه. وهاد الدم خلاص كيلعب تا هو معاهم الله يسخرلهم تا هو. ايوب تحياتي لكم تهلا الله يحفظكم اخوتي شكرا بزاف تحياتي لكم. تبارك الله الدراري كيخرجوهم قبل المغرب كيخرجو الخيل يعراقو وكدا راكم عارفين الله يسخر اخوتي. الله على خويا عزيز تحياتي لك اخويا عزيز الله يحفظك شكرا. هاد النهار اخويا عزيز راه مشغلناك معانا هاد النهار الله يحفظك. مازال ان شاء الله غنعاودو ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا الله يترحب بك جنة اخويا عزيز. المهم انا اخوتي بغيت نشارك معكم الاخ دريس الحجام ديال القبيله وكيعترف به خونا عزيز كيحسن الجوره هو هذا خونا دريس واللي جا لعين الله تبارك الله راه يتهلا فيه. نعم سيدي الامين المال ديال الجمعيه ديالكم تبارك الله. نتعرفوا عليك اخويا دريس تحياتي ليك الله يترحب بك الجنه. كنشكرك اخويا امين العام جمعيه الخيول تبارك الله عليك بالصحه والراحه الله يحفظك. عندك ما تقول اخويا دريس بغينا نسمعوا من عندك شي كلمه للجمهور الكريم ونعرفوهم بامين المال وجمعيه ديال الخيول ديال خويا عزيز السربه. وعزيز راه معروف اخويا في المغرب اللهم بارك. ومازال ان شاء الله غنصور لهم داك العود الاندلسي اللهم بارك الله يسخر له فيه. هذاك هو اللي كنا باغيين نديروا معاه ولكن دابا تايفوت رمضان ان شاء الله عاد يخرجوا مع الخيل
الله يخلي له ويخلي له صحته ان شاء الله اخوي عزيز ان شاء الله يا ربي احنا مزوقين في الله. هي الرياضه المفضله معنا احنا ولات. نعم اخويا شرف لينا من بعد الكره والشيء. هي الرياضه هو الخيول تبور يدا والخيول وشي كيشوف عند شي العود ديالو. هذا هو ليك حاليا دابا راه المقدم ديالها الشافعي عبد العزيز. الشافعي عبد العزيز اللهم بارك معروف. جمعية عين الله سبع روادي اقليم ولي يعقوب اللهم بارك الله يحفظك. شرف لينا خويا دريف تحياتي لك وتحياتي لخويا عزيز. كنشكرك اخويا عزيز انت خرجتينا للضايعات وشفنا بعويناتنا ونهار كبير هذا وما سخيناش بك اخويا عزيز. مرحبا سعد علي تبارك الله عليك. ناعس خليه يرتاح خليه يرتاح معنا.